السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الله يبارك لنا في عمرك. وياك. بقول لحضرتك دلوقتي أخت زوجتي بتبيع زي حاجات تجميل وكده، فمنزلة شفرة بتقول للحواجب لدت مش نت لحالة الحواجب، فهل هذه تبقى بتدخل في النمس؟ لحلق الحواجب؟ إذا كانت تبحث عن الأسلم لدينها لا تبع هذا، لا تتبعها. لا تبعها. طب حضرتك بعد إذنك سؤال تاني، ها، اللي والعوذ بالله بيسب الدين للأشياء، يعني مثلا السيارة ولا شجرة ولا كده، هل يعتبر ده سب دين؟ والله يا أخي الكريم هذا يعذر، هذا يعذر، وإن لم يكفر لكن يعذر. السلام عليكم. لا لو انا الحاكم اجلده. السلام عليكم. يسب دين الكرسي مثلا، يسب دين للاشياء. الله يقول وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.